هذا المعرض هذا دار بيان سور بالمبادره ديال المجموعه ديال الاوتيلات ماريوت في المغرب، واللي هما استدعاوني باش ينضموا لي هذا المعرض هذا هنايا في ماريوت غابه. والحمد لله انا بالنسبه ليا كانت اون ريوسيت ناجحه بزاف، حيت الحمد لله جاوا دي بيرسوناليتي اللي مهتمين بالفن ومهتمين بالثقافه والفن المغربي، وانا الحمد لله عجبني الحال انني نعرض هنايا في هذا المقر هذا، لان عطى واحد اللمسه فنيه زوينه، والحمد لله الناس عجبهم الحال اللي وصل الاحساس ديالي بالنسبه لهاد اللوحات واللي عطيت في هاد اللوحات وصل للناس بزاف وعبروا لي عليه بشكل تلقائي. وتعجبني ديما ملي كتلاقى بالناس اللي كيهتموا بالفن اللي كيحبوا الفن، والحمد لله هذه ماشي اول معرض ديالي في المغرب، ولكن هذا هو المعرض اللي تندير فرضي هنايا في مدينه الرباط، وتتمنى يكونوا واحد اخرين. انا لا ميم شوز، انني نبين ان بزاف ديال لي بيريود دو ما في المعرض سميتو مونار مون شومان، يعني المسيره ديال الحياه ديالي مع الفن، وعرضت فيه لوحات اللي رسمت في الاوائل ديال الاعمال ديالي، يعني المسيره الفنيه ديالي، ومع الاحاديث اللي كيوقعوا مثلا هنا كتصيب لوحه اللي كتبين على فاش كان كوفيد وديك الاحاسيس اللي عشنا مع ديك لا بانديمي اللي كانت ديال كوفيد 19، عاوتاني كاين اون طوال اللي عاوتاني ديك الاحاسيس اللي عشنا مع المنتخب الوطني في قطر وديك النجاح اللي بهر به العالم، وان المغربي ولا مشهور في جميع انحاء العالم غراس او فالور. وكنهضر حتى على المراه، وكنهضر انا ديما على القيم الانسانيه اترافيغ المراه وشنو يمكن لها توصل كقيم انسانيه. ومني كتصيب عندي هنايا اون دونسوز ايطوال، وتنهضر بزاف على لا بالغين، ال ريبريزونت لا فام كي ترافاي، المراه اللي كتشتغل، المراه اللي كتخدم، المراه اللي كترقص، كي تنقولوا لا فام ايل دونس توجور سور ان بيي بور فير بليزير ا سا فامي بور فير بليزير ا سون انتوراج. ما يمكنناش نبقاو نشوفوا هي ديك لو كوتي غلامور وديك المراه اللي كتهتم براسها واللي كتبغي تكون جميله وتبغي، ولكن المراه راه عندها واحد العقل، عندها واحد الفكر، عندها واحد الاهتمام، وعندها واحد المسؤوليات اللي كتاخذها وكتلتزم بها، وكتفحال اللي قلت كترقص على قدم واحد باش ترضي الاهل ديالها وترضي المجتمع اللي محيط بها. الوغ الالوان كل طابلو عنده الالوان ديالو، بحال دابا انا تنخدم بزاف بلا في دوغ، وتنأسوسي لا في دوغ ليماج دو لا فام، لان لا فام ديما كتبغي واحد المحيط يكون فيها مليء، ما تكرهش هو كاين تصنع الذهب، هي تنقولوا تصنع الذهب من يديها، كاينه اللي كدير الصنعه كتصنع الذهب، كاينه اللي كدير الخياطه، كاينه اللي كل وحده شنو كدير، كاينه اللي كدير لا كويزين وكتبقى تتقن في ديك الكوزينه باش انها ترضي العائله ديالها، يعني سي لو مون دوري كيل في اوفخيغ ا سا فامي، ديك يعني ديك البيت ديالها ما تكرهوش، وكان كان بيت من ذهب تلمون كتبقى تقادو وتصوبو. هذا هو المحيط للمراه، المراه تعطيها اي حاجه دير منها تحفه فنيه، تعطيها شويه ديال الخضره في الفلوماطيشه تصوب لك منهم اون سالاد بيان غارني مصوبه مقاده في واحد المنظر دايوغ مشهورين المراه المغربيه بلاغ كولينيغ وبالسماق والتاويل وبالاتقان ديال الطبخ، الاتقان في المنزل. الصالون المغربي عنده واحد الشهره عالميه، يعني لوغ هو سكو لا فام ايل في دوني ا سون انتوراج الى سوسيتي اوتور ديل، وماشي هي المراه المغربيه، المراه عالميه فين ما كانت في المجتمع في العالم. وتبارك الله عليها المراه كتاخذ حتى ملي كتاخذ شي منصب راقي ولا منصب فيه مسؤوليه كتبقى قد المسؤوليه، يعني عندها واحد لونيتي، عندها واحد لا سونسيبيليتي، كيمكن لها تجيري بزاف ديال الحوايج في وقت واحد. يعني الحمد لله ما تنهضروش على المراه من انها جسد، كنهضروا على المراه لانها عقل قبل ما تكون جسد، ولانها ركيزه ديال المجتمع باش ان المجتمع يكونوا فيه واحد القيم واحد المبادئ اللي تنعطيوهم لوليداتنا، وليداتنا تعطيوهم عاوتاني وليداتهم، واللي يمكن يتنهض بهم المجتمعات. يعني انا ديما كنهضر على المراه بهذا المنظور هذا، ماشي فيمينيزم يعني لا خليونا نخرجوا خليونا نعري وخليونا، لا ماشي في هذا المنظور هذا بتاتا، من لو كوتي المراه اللي كتعطي للمجتمع واللي بعد النوبات ما كنعترفوا لهاش به،
ولكن هي ما كنتسناوناش يعترف لها شي واحد. هي كتبغي غير شويه ديال الاحترام، كنخدم ولكن احترمني، كنخدم ولكن ما تقولهاش فيا خايبه، ما تمشيش تمجوج الوغ كما كتعرفش حياتي وما كتعرفش التمارين اللي كنضرب وما كتعرفش. هادو هما لي فالور بغيت ندوز. الوغ هنايا اختاريت اقدم لوحه خدمتها في 2015 وحنا دابا في 2023، يعني قول هذه واحد 6 سنوات من العمل. كل لوحه كتاخد لي 3 شهور 4 شهور ديال العمل، لان المشكله ماشي هو انك ترسم، المشكله شنو غادي ترسم. لان انا ما كنرسمش دي زيماج تناخد صوره ونرسمها، كنرسم شي حاجه اللي المانسبير، شي حاجه اللي نوضت فيها واحد الاحاسيس الانتيغيور وجعلتني انني نمشي نهز البانسو، انني نرسم ونعبر. مرات تكون شي حاجه فيها الفرحه بزاف، مرات تكون شي حاجه فيها لا تريستيس، مره كون با شنو. من المهم تنرسم احاسيس، ما كنرسمش صور، عليها كياخذ لي شويه ديال الوقت. ان شاء الله معلوم حنايا عوالي نديرو اون كونتينيتي ان شاء الله مع لي زوتيل ماريوت في المغرب كامل، وان شاء الله انا ديما عندي بعدا على برا في اليترونجي كنوصل العمل ديالي الحمد لله، وكنصيب حتى الاجانب مهتمين بالعمل ديال المراه المغربيه. وفوق ما تنقول لهم انا راني جايه من المغرب، وتيقولوا لي يو فروم موروكو اند موروكان وومن يو دو ذات وهذا، وعلاش وكيفاش المراه دايره، واش ما محقوراش، واش ما شادينش عليها في الدار، واش ما. تنقول لهم لا، المراه المغربيه معززه مكرمه مشرفه، بالعكس عندها حقوق. الاسلام هو اول واحد الا جينا ناخذ غير الحقوق ديالنا اللي عندنا في الدين ديالنا، راه حنايا الحمد لله يمكننا نديروا اي حاجه. يمكننا راه اول جامعه في العالم صوبتها مراه مغربيه في مدينه فاس اللي هي جامعه القرويين، وهذه يعني ما عمرها هذا الشيء. يعني حنايا راه حنا كنمشيو للور ملي تنقولوا بحقوق المراه، راه حقوق المراه كعطاهم لها الاسلام شحال هذه الحمد لله. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.